السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتما كتشوفوا هذا الفيديو، هلا ان شاء الله جيتكم وصفه اخرى، شهيوه اخرى. كما كتشوفوا ان شاء الله غنبداو نديروا البريوات. البريوات ساهلين، كل واحد كيعرفهم، ولكن كل واحد وطريقته في البريوات. المهم البريوات ديالي هما هادو، ان شاء الله نشاركهم معكم هذا النهار. كما كتشوفوا قطعت جوج بصلات صغار، قطعتهم شويه رقاق، ودابا كنشحرهم مزيان في المقله حتى كيطيحوا بشويه ديال الزيت. وكنعاود عليهم الفلفله اللي عندي انا في الخضر والحمر، اللي عندكم غير خضره بركه. من بعد ما كتشحر ليا كنزيد الزيتون والمعدنوس مقطع، وكنزيد الكفته. الكفته كل واحد والقياس ديالو. المهم دابا كنزيد الكفته وكنقطعها هكا بيدي باش تخلط ليا كاع مع البصله والفلفله اللي درنا. كما كتشوفوا كنحاول نشحرها مزيان، دخل فيها كل شيء لداخل. المهم نتوما بغيتو ديروا الكفته، بغيتو ديروا الدجاج، بغيتو ديروا الطون، كل واحد وشنو كيعجبو في البريوات. حتى انا كنديرهم كاملين. هاد النهار عندي الكفته قلت ندير، ودابا كنزيد شويه الخرقوم كما كتشوفوا، وشويه الحار. الناس اللي كيديروا الحار يديروا الحار شويه بزايد، الناس اللي ما كياكلوش. المهم درت انا غير شويه باش ينسم. والتحميره جوج معالق صغار ديال التحميره، وكنبقى نخلط حتى كتدخل ليا كامله ديك العطريه اللي درت في الكفته وفي البصله اللي درنا والزيتون وكل شيء. وكنبقى نشحرها مزيان كما كتشوفوا معايا. وحتى خدامه كنبرك على الكفته باش كتفرتت ليا الكفته، ما تبقاش الكفته شاده راسها. ودابا كنرجع معاكم باش تشوفوا الشعريه. انا الشعريه صراحه عمري ما سلقتها، كنخوي عليها غير الماء سخون بحال هكا وكتنطلق، حيت الا سلقتوها واخا تسلقوها غير شويه كتلكز ليكم. المهم دابا من بعد ما العطريه ديالي يعني تخلطت ليا مع الكفته وكل شيء، كنزيد الشعريه اللي قطعتها بالمقص مزيان حتى كتولي طرفها غير صغيرين. ودابا حتى هي كنحاول ندخلها حتى هي في العطريه اللي درت والكفته والزيتون وكل شيء. هي تبقاو تخدموها، تخلطوا مزيان حتى كتولي تخلط ليكم مع الكفته، ما كتبقاش مجموعه حيت هي صعيبه شويه باش كتخلطيها. ولكن خذوا وقتكم وخلطوها مزيان حتى كتحسوا بان الخلطه ديالكم تخلطت مزيان فوق العافيه، باش حتى هي كتنسم لينا بالعطريه. كما كتشوفوا انا كنخلطها ومازال فوق العافيه. المهم غنبقى عليها هكا حتى كتخلط ليا. يعني كنوريكم دابا المقله ما بقاش فيها لا زيت لا ما لا حتى شي حاجه، كتنشف كامله المقله، والبوطه تكون قليله ما تكونش مجهده بزاف. ودابا كنرجعوا للبريوات ديالنا باش نعمرهم. الورقه كما كتشوفوا هذه المره لقيت واحد الورقه صراحه غزال غزال. الناس اللي ساكنين في فرنسا وما عندهمش الورقه عمر ما طاحوا في هذه الورقه. هذه غنحطها لكم ان شاء الله في التالي ديال الفيديو التوره ديالها باش تلقاوها. صراحه غزاله بحال، المهم بحال ديك الورقه اللي كنلقاو في البلاد، ديك الكشريوه ديال اليد بحال هكاك. غير تحدو بان راه كتكون في كونجيلاتور، ما كتكونش في الثلاجه العاديه. انا في الاول ملي لقيتها في كونجيلاتور كانت قاصحه، قلت زعما ما غاديش نقدر، ما تصلحليش الخدمه وداك الشيء. ولكن قلت ناخذ وحده، صدقت ما صدقتش، المهم غنجربها. وصدقت ليا الحمد لله. يعني كما كتشوفوا كنقطعها سهله ورطيبه في الخدمه، تقدروا ديروا بها كل شيء. ان شاء الله غنديروا بها البسطيله، ان شاء الله نديروا بزاف الحوايج. يعني ملي كتلقاو الورقه كتبغيو تخدموا. كما كتشوفوا كنعمر البريوات ديالي، يعني كل واحد كيعمر على حسب شنو هو بغا، واش هكا ولا طوال ولا كل واحد كيدير الطريقه ديالو. ولكن البريوات اكثر معروفين بحال هكا الطويه بحال هكا. وتما حاطه الفرماج. المهم انا ضروري كندير الفرماج في البريوات ديالي، كيعجبوني شويه الفرماج من الفوق. والجهه الاخرى دايره معلقه ديال لافارين مع شويه الماء، وخلطتهم مزيان مزيان باش كنلصق الورقه ديالي في التالي. بحال الناس اللي ما عندهمش الفرماج ماشي ضروري يديرو، كاينين البريوات بحال هكا بلا فرماج حتى هما كيجيو لذاد. المهم انا وريت لكم غير لاغوسيط اللي كندير، اللي مولفه كندير. المهم نتمنى هاد لاغوسيط تعجبكم وتجربوها، حيت كل واحد صراحه ولا غوسيط اللي كيدير في البريوات. المهم غنبقى بحال هكا. ودابا كنجي شفتو الورقه كي دايره، دايره بحال هكا يعني مربعه، ما كبيراش بزاف وفن الصراحه فن غزاله. ودابا غنقطعها على جوج باش نديرهم شويه طوال، يعني بحال صبيبعات. شفتو في الاول قطعتها على ثلاثه باش تصلح ليا، حتى الناس اللي بغاو ياخذوها يعرفوا الطريقه باش يخدموا بها. في الاول درتها على ثلاثه وقطعتها، جاتني هي هذيك باش نخدم بها. ودابا قطعتها غير على جوج، ودابا كنجمعها كامل جناب باش داكشي اللي باش عمرتها ما يخرجش.
ضروري تجمعوها من الجناب وكتحاولوا تدوروا وكتزيروا لعندكم باش البروه ديالكم كتجي مزيره وما كت... ما كت... يعني ما كتحليكمش من بعد، سهله بحال هكا. وكنجيب لا فارين اللي مخلط بالماء مزيان كما كتشوفوا وكنبقى نبرك عليها. ولكن صراحه الورقه غزاله غزاله، الناس بحال دابا اللي فرنسا ومازال ما لقاوهاش صراحه، فنه الورقه. ودابا من بعد ما ساليت كاع البريوات ديالي كما كتشوفوا، كيبان لكم هذا الشيء ساهل ولكن صراحه خدا لي العشيه كامله، ولكن ما عليش، مره مره هكا ماشي مشكل، ديك العشيه نخليوها غير البريوات. المهم كما كتشوفوا هنا جبت الزيت ودرت معلقه ديال التحميره وخلطتهم مزيان، وكنولي نهز غير داك الزيت الفوقانيه كندهن بهم البريوات. وما دي الطريقه ديالي، وكل واحد يدير كيما عجبو. كاينين الناس اللي كيديروا بالبيض، كاينين الناس اللي كيديروا غير بالزيت، حيت انا غندخلهم للفران. وبغيتو تقليوهم راه بلا ما تدهنوهم، الا تقليوهم في الزيت بلا ما تدهنوهم، يعني كتحشيهم غير في الزيت كيتقلاو وصافي. غير انا ملي كنبغيو نديرهم في الفران كنبغي ندهنهم هكا بالزيت، تكون فيها شويه ديال التحميره. كيجيوني بحال دوك اللي كنا كنشريو من الزنقه هكا في المغرب، كنا كنشريوهم هكا محمرين، كيجيو بحال هكاك. هادو هما البروات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران، صراحه كيجيو مقرمشين، كيجيو فنين من الداخل، واحد المذاق فيهم غزال. المهم نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوناش من لايك ديالكم والبارطاج. انا هاد الوقت الصراحه كنت زربانه باش نحط وقت الفطور، ما حليتش ليكم من الداخل، ولكن راكم عارفين كي دايرين من الداخل، وهادشي اللي كاين. وكنقول لكم بالسلامه حتى الفيديو